طعن أمير المؤمنين أو قتل بضربة ضربه إياها رجل مرادي اسمه عبد الرحمن بن ملجم، خطب امرأة كان يحبها من الخوارج، فطلبت منه أن يكون مهرها قتل علي 3000 وعبدا وقينة وضرب علي بالحسام المصمم، فقبل عياذا بالله. واجتمع هو ورجلان آخران فعزموا على قتل علي ومعاوية وعمر بن العاص. فأما الذي أراد أن يقتل معاوية فضربه لكنه لم يصب منه شيئا اللهم إلا عرقا في وركه، فحرم بعدها نعمة الولد واكتفى بيزيد. طلب منه أن يكتوي فقال أما النار فليس لي بها طاقة وفي يزيد ما يغني. وأما عمر بن العاص فإنه اشتكى بطنه ولم يخرج للصلاة، فأخرج بدلا منه رجلا رضي الله عنه اسمه خارجة يصلي بالناس، كان الأمراء آنذاك يتولون الصلاة في الناس، يتولون الصلوات بالناس. فلما خرج ظنه ذلك الخارجي، ظن أن خارجة هو عمر بن العاص، فضربه فقتله في ظلمة الليل. فلما قيد وحمل إلى عمر بن العاص دخل الناس يسلمون على عمر بالإمرة، يعني السلام عليك أيها الأمير. هو يتعجب، يعني ليس من المعقول أنهم عينوا أميرا لتوهم. فقال من هذا؟ قالوا هذا عمر بن العاص. قال إذن أنا قتلت من؟ قالوا لو قتلت خارجة. فقال أردت عمرا وأراد الله خارجة. فذهبت مثلا، قال ابن عبدوس فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. وهذا من عبر الأيام وعظاتها، وأن ما أراد الله جل وعلا كائن، وأن مسألة الموت هذه أمرها فقط بيد الله، بيد الله ومحتوم، يعني محسوم لا يقدم ولا يؤخر. سأل الله حسن الخاتمة والعمل الصالح. طعن قتل أمير رضي الله تعالى عنه وأرضى على يد عبد الرحمن بن ملجم وهو خارج إلى صلاة الفجر. يقول بعض الرواة بعض الكتب بعض الأخبار أنه هو خارج رأى أوزن طائر المعروف، وأنه يعني يحدث صوتا يتجمع كذا حول بعض، فجاء أحد غلمانه ينهرها فقال دعها إنهن نوائح. لا إله إلا الله. عرف أنه سيقتل هذا اليوم، وقد كان رضي الله عنه يعلم أنه سيقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشقى الأولين وحيمر ثمود عاقر الناقة وأشقى الآخرين من يخضب هذه عن هذه، يقصد رقبة علي. فكان إذا بلغت به الحدة وضاق ذرعا بالناس قال متى ينبعث أشقاها، يعني حتى أستريح. لأن الإنسان إذا عانى ممن حوله يريد المنجة، يريد المخرج، يريد الفرحة، هذا لا تكون إلا عند الله، ويشتاق إلى ما عند الله، ما عند الله. فضربه بالسيف ضربة قصمت قتلته رضوان الله عليه. ثم حصل ما حصل ما بين أهل الشام وأهل العراق، فالتقى الجيشان، جيش الشام بقيادة معاوية رضي الله عنه وقيادة وأهل العراق بقيادة الحسن. فلما رأى الحسن جموع المسلمين من الطائفتين علم أن أحدا منهما لن يبلغ هذا الأمر إليه إلا بعد دماء، يعني مثلا إذا قلنا أن معاوية سيحكم فإنه لن يحكم حتى يبيد أهل العراق، وإذا قلنا أن الحسن سيحكم فإن الحسن لن يحكم حتى يبيد أهل الشام. فالضحية لهذا الثمن لهذا الكرسي هذه الدماء. فتنازل عن الخلافة، فتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح فيه أو به بين فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة. فآل الأمر إلى معاوية وهو أول ملوك المسلمين،